عندنا ترميم الخزف السيراميك البانو السيراميك الخشب. حرفة الخزف كانت عموما ولا تزال من أحب وأشهر الحرف التي أتقنتها صناعة وإبداعا عديد الأسر الجزائرية العريقة المشهود لها بتمسكها بهذه الحرفة الأصيلة المتوارثة. المحجم تقول ناس غير هذا متعوضنا عليها بسيريغرافي ونديروا الألوان. طبعا هذه الطريقة الحمد لله عندنا خبرة فيها. يعتبر الخزف من المواد السيراميكية التقليدية الهامة تراثيا واقتصاديا، وهذا ما جعل صناعته تعرف تطورا هائلا من حيث الجودة والنوعية. احنا الجزائريين متفوقين على قريب كل الدول العربية، لان في 2003 كان الجزائريين شاركوا في اسبانيا وطلعوا اوائل على مستوى العالم. على بها اللي رحنا كرحنا لمصر لقوا يعني المستوى نتاعنا يعني متفوق لهم ديما كيفكم وحنايا. وبعد حتى كيف الامداد يعني جاتنا سهلة والحمد لله درنا حاجات يعني اللي مفخرة للجزائر.